ينتظر ميهاو فيتشيك أن تكلل جهوده في شهر مارس بالنجاح. لقد عمل لأكثر من عام على أحد تطبيقات الهاتف المحمول وسوف يطرح الآن في الأسواق. يحول تطبيقه الصور أو الرسومات في الحال إلى رسوم جرافيكية تفاعلية صالحة للاستخدام في المواقع الإلكترونية. هذه إمكانية رائعة لمصممي المواقع ومطوريها، وفيما بعد سيكون هناك تطبيق خاص للمعماريين وغيرهم. تشهد بولندا تطورات كثيرة، وهذا الشاب البالغ من العمر 26 عاماً هو واحد من شبان كثيرين في مرحلة الانطلاق، وهو يقول إن معظم أبناء بلده كانوا يريدون في السابق العمل لدى شركة كبيرة، لكن أعداد من يريدون تنفيذ أفكارهم الخاصة في تزايد ويفضلون أن تكون لهم شركتهم الخاصة. لقد بدأ الأمر بالنسبة لميهاو فيتشيك هنا في جمعية رياكتور للراغبين في بدء مشاريع خاصة. تعتبر رياكتور مركز تجمع للراغبين في إقامة مشاريع عالية التقنية، ومن نجحوا في ذلك بالفعل، والأعضاء يدفعون نحو 150 يورو شهرياً، ويجدون في المقابل ركناً يعملون فيه وربما قطعة بيتزا باردة. لكنهم يجدون على أي حال أذاناً صاغية ومصادر إلهام وصداً لإنجازاتهم. وبالنسبة له كانت هذه خطوة مهمة للانتقال من باحث إلى رجل أعمال. للتأهيل التقني في بولندا سمعة طيبة عالميا. يوجد مطورون جيدون في بولندا منذ فترة طويلة، والآن أصبح لدى الشباب الشجاعة على تكوين شركاتهم الخاصة، وهناك الكثير من الأموال لمؤسسي الشركات من الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. وهذا من دواعي الفخر في وزارة الاقتصاد. قطاع التقنية العالية البولندية يلقى استحسانا دوليا كما يتضح من الدعوة إلى معرض سيبت في هانوفر. أود التأكيد مرة أخرى على أن القطاع المعلوماتي في بولندا يسهم في الدخل القومي بشكل أكبر من قطاعي التعدين واستخراج الفحم المهمين جدا بالنسبة لبولندا. يمكن العثور على المؤسسين الجدد في الأفنية الخلفية القديمة في وارسو. ستنطلق شركة ديجيتال ريبابليك الحديث معنا إلى معرض سيبت في هانوفر، والشركة تساعد عملائها على الاستفادة من فيض المعلومات في الإنترنت، وهذه ليست مهمة سهلة. حجم المعلومات في الإنترنت هائل جداً، والبعض يرى أنه يتضاعف كل عامين، والتسمية الجديدة لذلك هي Big Data. فمن ضمن استراتيجية أي شركة أن تجيد التعامل مع فيض المعلومات، وهي في ذلك ستحتاج لأدوات وتعابير جديدة. نحن نمزج الرؤى المختلفة ببعضها، كالخبرة في مجال الأبحاث الكلاسيكية والتنقيب في الإنترنت. التنقيب في الإنترنت يعني البحث في جبل المعلومات عن شيء مفيد، وهذا هو الموضوع الرئيسي لعارضين كثيرين في هانوفر. آمل أن نجد في معرض زيبت شركاء مناسبين نستطيع العمل معهم على منتجات جديدة وحلول للمشاكل. نحن لا نبحث عن عملاء جدد، بل عن شركات تفكيرها يشبه تفكيرنا. يتوقف كل شيء على شبكة التواصل، وهذا ما ساعد ميهاو فيتشيك أيضاً. من الجيد أن يؤسس المزيد من الناس شركاتهم الخاصة ويقدمون منتجات رائعة، فبذلك سيزداد عدد الشركات الرائعة في وارسو. لقد وجد بالفعل ممولا ألمانيا، وهو لذلك يعيش حاليا في برلين، لكنه على أي حال على مرمى حجر من وارسو.